أهلا بحضراتكم. أنا حابة النهاردة أحكي لكم حكاية محافظة كفر الشيخ. بلد جميلة وأهلها أجمل، ولما دورت عشان أعرف حكايتها لقيت حكايتها حكاية. واسمع مني، لما نشوف أصل حكاية كفر الشيخ هنلاقي في البداية أنها عبارة عن قرية صغيرة في شمال مصر وبتطل على البحر المتوسط، وكان اسمها دنقيون، لحد ما جه واحد اسمه الشيخ طلحة أبي سعيد التلمساني وكان جاي من المغرب واستقر فيها وفضل فترات طويلة جدا لحد ما مات واتدفن فيها. وكان الشيخ ده معروف عنه أنه ليه بركات وكرمات، فعشان كده عملوا له ضريح ومسجد باسمه، واتعرفت القرية من يومها باسم كفر الشيخ طلحة. وبعد كده في أيام الملك فؤاد الأول كان عايز يعمل قصر يستجم فيه، فاختار كفر الشيخ عشان يعمل فيها القصر، عشان كانت هادية وبعيدة عن المدن خالص ومتوفر فيها كل عوامل الهدوء والاستجمام. وغير اسمها من كفر الشيخ طلحة وبقى الفؤادية، وفضل اسم الفؤادية مستمر لحد ما قامت ثورة يوليو سنة 1952 ورجعوا الاسم تاني، بس شالوا طلحة عشان يسهلوا الاسم شوية، وبقى الاسم الرسمي كفر الشيخ. ومعروف عن أهالي كفر الشيخ إنهم شغالين وبيحبوا ينتجوا طول الوقت، وعشان كده هتلاقي إن كفر الشيخ مشهورة بصيد السمك، وهناك المزارع السمكية منتشرة بشكل كبير، وكمان مشهورة بالزراعة وخصوصا زراعة الرز والبنجر والقطن والقمح، ده غير نشاطها الصناعي زي صناعة الألبان والزيوت والصابون والأعلاف والحلج وسكر البنجر. وكمان كفر الشيخ نقدر نعتبرها محافظة سياحية، يعني هتلاقي فيها السياحة الترفيهية زي مصيف بلطيم وبحيرة البرولوس وحديقة دسوق، وكمان فيها أماكن تاريخية وأثرية زي منطقة تلال سخا وتل الفراعين وكوم الخبيزة ومنزل الزعيم سعد زغلول، وده طبعا لأن الزعيم سعد زغلول من مواليد كفر الشيخ. وكمان في مدينة فوة الأثرية وفنار البرولوس وطابية عرابي وقصر الملك فؤاد وملحقاته، ده غير مسجد طلحة التلمساني ومسجد إبراهيم الدسوقي، وكمان في كنيسة السيدة العذراء. يلا سلموا يلا لم يفوت في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيل. والفترة الأخيرة افتتحوا في كفر الشيخ متحف على مساحة تقريباً 6700 متر، وموجود بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء. والمتحف بيتكون من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، وكمان مبنى للخدمات في كافيتريات وبازارات. والمتحف بيضم تقريباً 1200 قطعة أثرية بيتعرضوا لأول مرة، وسيناريو العرض المتحفي بيدور حوالين موضوع مهم جداً وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست وانتصار الخير على الشر، وفي موضوعات تانية زي تاريخ العلوم في العصور المختلفة ومسار رحلة العائلة المقدسة. وفي كمان في المتحف مسار للزيارة خاص بذوي الهمم وبطاقات للشرح خاصة بيهم. ومش بس ده اللي حصل في الفترة الأخيرة في كفر الشيخ، ده في كمان مشروع مهم جدا وهو إنشاء 162 عمارة سكنية و8 أبراج أيقونية زي اللي معمولة في مدينة العالمين الجديدة، والأبراج دي هتستوعب عدد كبير من الوحدات السكنية وفيها كل الخدمات بالكامل من مراكز تجارية ومكاتب إدارية وأماكن للترفيه ومجمع مدارس دولية ونادي اجتماعي ومساجد ودار مناسبات، وفيها كمان كل عوامل الأمان. والمشروع ده ضمن المبادرة الرئاسية اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. واسمع مني، حقيقي مصر هتفضل بخير طول ما في ايدين شغالة في كل مكان، ايدين بتبني وتعمر وتعمل مستقبل جديد يليق بمصر ومكانتها. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.